عليك حال شباب، معكم شركيا بشركة كيال، جل لكم فيديو جديد. طبعا شباب شركة بينكي تواصلوا معي، حكوا لي نبي نرسل لك شاشة خاصة بالجيمينج او العاب الفيديو مشان تعرضها لمتابعينك، لانه بيعرفوا متابعيني كلهم جيمرز. فارسلوا لي هالشاشة شايفينها ورا اللي هي بينكي زوي XL2411P. طبعا شو اللي يميز هالشاشة عن غيرها؟ اللي يميزها انها شاشة جيمينج وانه سعرها رخيص. اي هاي تعتبر من الشاشات اللي الكل يقدر يشتريها لانه سعرها جدا جدا معقول، سعرها اقل من 1000 درهم او 1000 ريال سعودي. طبعا لو بتشتريها من مواقع امريكية هتوقف عليك سعرها $250، يعني هتوقف عليك تقريبا 850-900 درهم او ريال سعودي. هون لو بدك تشتريها من اي محل راح يزيد سعر تقريبا 100 درهم او اقل، فتلاقيها بسعر 980 درهم ريال او 1000 درهم لريال سعودي. فشاشة بالنسبة لشاشة جيمينج سعرها جدا معقول. بكم حد يحكي ترى نلاقي شاشات بسعر ارخص من هيك؟ اوكي صح تلاقي شاشات، بس هي شاشة جيمينج. تروح على بسوبر ماركت تلاقي شاشة من شركة صينية مدري ايش ب600 درهم. اي اوكي من نفس الشكل نفس كل شيء، بس هالشاشة شاشة بينكيو خاصة للجيمينج، خاصة للاي سبورت، بريفرش ريت 144 اللي هو لو تستعمله للبي سي، لو تلعب شيء على البي سي سواء ببجي فورتنايت راح تستفيد منه. للبلاي ستيشن عندك 60 HZ. كمان البلاي ستيشن ما راح تأثر عليك مرة، بس صدقوني لعبتها على البلاي ستيشن وحسيت بفرق جدا كبير. انا استعمل تلفزيون سامسونج مو للجيمينج ابدا، تلفزيون عادي استعمل للجيمينج، فلما نقلت منه لهون عشان اصور الفيديو اورجيكم الفرق، في فرق جدا جدا رهيب. مع انهم الاثنين 60، انه البلاي ستيشن يعطي 60 ريفرش ريت، فما راح تفرق هالفرق الكبير بين الكواليتي بين هون وهون، بس لو تستعملها للبي سي راح يكون عندك فرق جدا جدا رهيب. غير هيك شاشات الجيمينج مفروض دائما يكونوا ما فيهم تاخير مشان ما يصير لك لاج وتموت. مو لاج الانترنت، لاج الشاشه. في شيء اسمه لاج الشاشه. في شاشات اللي مو مخصصه للجيمينج ابدا اللي تلاقيها بسعر جدا رخيص يكون فيهم تاخير بشكل جدا كبير، ما تحسها لما تتابع مسلسلات، ما تحسها لما تتابع افلام، بس تحسها لما تلعب. فالشاشه فيها اقل من 1 ملي سكند تاخير، فيعتبر شيء جدا جدا رهيب. غير هيك فيها النظام الحركه اللي فينك تميل الشاشه على كيف كيفك. اذا تبي تلعب وانت منسدح احطها بطاوله قدامك لفها وخلاص، الشاشه فينك تلفها كيف ما تبي يمين يسار، فهذا الشيء كمان مميز فيها. فاي شاشه جيمينج مخصصه للجيمرز المطفرين وتعطيك كل الخدمات اللي تحتاجها. فيها HDMI، DisplayPort، DVI، وفيها هيدفون جاك او سماعة لك توصل فيها سماعات هيدسيت. فاي بالنسبة للاعبين البي سي راح تفيدكم، بالنسبة للاعبين البلاي ستيشن اشوفه خيار جدا كويس وحجمه جدا معقول. 24 انش مو الحجم الكبير مرة، بس للجيمينج لما تبي تلعب هتقعد جنب شاشة. المعروف اصلا شاشات الجيمينج يفضل تكون صغيرة مو يفضل تكون كبيرة، فحجمه جدا مثالي لشاشات الجيمينج وسعرها جدا جدا معقول. والجيل القادم من أجهزة لعب المنزلية بلاي ستيشن والإكس بوكس أكيد 100% راح يدعموا 144 HZ أو الريفرش ريت. الأجهزة الحالية 60، فهالشاشة سعرها جدا رخيص وتدعم لك 144 اللي هو أكيد راح ينزل مع البلاي ستيشن والإكس بوكس القادمين يلي هو جدا قريب، أقرب من ما متوقع، يعني جدا متوقع السنة الجاي ينزلوا أجهزة اللعب المنزلية الجديدة. فهي الشاشة فيها 144 لو الشاشات القادمة دعموا فعلا 144 هرتز، وتدعم اذا تلعب على البي سي خيار خرافي بالنسبة لك. اذا تلعب على البلاي ستيشن كواليتي حلو بس ما راح تفرق عندك مع الشاشات العادية لان البلاي ستيشن ما يدعم اعلى من هيك، بس اكيد الجيل القادم راح تفرق معك بشكل جدا جدا كبير. في شباب هذا فيديو اليوم، اتمنى كان عجبكم. كان معكم شركة كيال بشركة كيش، كم ديها التاني ان شاء الله، مع السلامة.